السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء التواصلي اللي غادي نناقشوا فيه موضوع الانخراط في اللجنة ومنخرط برسم الموسم الماضي في نادي الوداد الرياضي وعضو سابق بالترا وينرز. مرحبا بكم معنا. بداية مع السي أمين، بغينا نعرفوا معك علاش هذه الأهمية كاملة اللي عطينا على موضوع الانخراط. الانخراط داخل نادي الوداد الرياضي على حسب الظرفية الحالية اللي أعلن عليها النادي عبر الصفحة الرسمية بالبلاغ اللي خرج فيه واحد الصيغة اللي هي كيعرفها الجميع اللي فيها ثلاثة ديال الصياغ، عنده واحد الأهمية كبرى في هذه الظرفية الحالية. علاش؟ لأنه النادي يمر بواحد المرحلة اللي كنا أن الأندية اليوم ولينا كنتكلموا على الاحتراف ولينا كنتكلموا على اللي هي جمعية نادي الوداد الرياضي.